729 حالة استخدام للقوة المفرطة اتجاه تجمعات سلمية وأشكال الاحتجاجات الأخرى. الآن نبقى مع فيديو قصير يعرض الخلاصة الرقمية. ذلك بطبيعة الحال نتاج سلطة قضائية غير مستقلة وغيرها من هذه التفاصيل. أنتقل إلى المحور الثاني. بسبب ممارسة حرية التعبير عن الرأي وانتقاد السلطة، يتعرض الضحية إلى رحلة من امتهان الكرامة الإنسانية عبر مداهمة غير قانونية لمنزله، ومن ثم تقييد يديه خلف ظهره بقوة، فاقتياده معصب العينين، وإشباعه ضربا مبرحا بالهروات، وبمجرد أن يدخل في تلك الغرفة الباردة التي يتواجد فيها 3 أشخاص وجهاز حاسوب لتدوين الاعترافات، يحاول الضحية أن يرفع رأسه فيضرب على وجهه. Criminalizing the exercise of human rights, including criticism of the king. We also urge Bahrain to take immediate measures to fulfill its human rights obligations to all those held in custody of the state, to provide adequate medical care to prisoners, and to commute all death sentences and properly investigate claims of torture. Lastly, Bahrain's allies, namely the UK and the US, should pay heed to the consequences of the repression and pressure the Bahraini authorities to reverse their pattern of silencing peaceful critics, in which the persecution of Osama Tamimi is only the latest example. Thank you. ندعو جميع المسؤولين السياسيين إلى القيام بواجبهم في حماية حقوق وحريات الأفراد والسهر على تأمين السلام والعدل في المجتمع. ونطالب السلطات السياسية بإيقاف كل أنواع العنف ضد المواطنين، عنف يبدأ من قمع التعبير ومنع التجمع والقيام بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، ولا ينتهي عند الاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والتعذيب في السجون. كما ندعو في منظمة أعلام للسلام ماب إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيات. ونطالب السلطات الحاكمة باحترام دور الصحفيين في نقل الحقيقة وتأمين سلامتهم للقيام بواجبهم.